النوع الثاني هو الفاينايت امبلس ريسبونس فلترز اللي فيها الترانسفير فانكشن هي عباره عن كومباكت سبورت او فاينايت سبورت فلتر. اوكي فاينايت سبورت فانكشن اوكي بيبقى عندنا اتش اوف زي بتساوي بي اوف زي ما بيبقاش مقسوم على حاجه بتبقى عباره عن سمبل بولينوميال اوف زي اوكي ويبقى عباره عن بي ام دي عباره عن الفاليوز بتاعه الامبلس ريسبونس بتاعنا بتاع الاف اي ار فلتر اوكي فبيسيكلي عندنا الفاينايت امبلس ريسبونس فلتر دي بيبقى عندنا بيسيكلي اللينث بتاعها بيبقى حاجه محدده عدد محدد بيبقى ام مثلا وطبعا بنسميها نون ريكيرسيف عشان نقدر نحطها بشكل يعتبر يعني الجزء بتاع الواي بتاعنا واي اوف ام بتاعتنا بتعتمد بس على اكس البريزنت اكس والبريفيوس اكس فاليوز مش بتعتمد على اي حاجه لها علاقه بالواي خالص. طبعا الفورم اللي احنا شايفينها هنا دي نقدر نحطها برده بشكل كونفوليوشن فانكشن بالمنظر ده فيبقى عندي بيسكلي البي فاليوز اللي موجوده عندي هنا هي عباره عن الاتش اوف ام بتاعتي كونفولف مع الاتش عشان يطلع لي الاوتبوت بتاعي بيساوي كام. ده طبعا في ميزه لطيفه جدا احنا زي ما هنشوف هنلاقي ان ده بيطلع لنا لينير فيز فلتر وفي الوقت نفسه طبعا السمبلستي بتاعت الامبلمنتيشن بتاعه عشان عندنا عدد محدود من الـ values بتاعت الامبلس ريسبونس بيخلي لنا الامبلمنتيشن بتاعه ابسط وفي الاستابيليتي برضه هنكتشف ان هو ابسط بكتير قوي من الاي اي ار فلترز بس في نفس الوقت الريسبونس بتاع الاي اي ار فلترز هنلاقي ان هو في بعض الاحيان بيبقى افضل نتيجه لان البولز الموجوده بتساعد بتخلي فيه فرق كبير قوي في الريسبونس عن الاف اي ار فلترز.